تكنوز تكنوز. بعد تذمر برشا مستخدمين من عدم وجود فلاش ديسك سبيسيال لنقل الفيشي ديريكتومون من التليفونات للاورديناتور او لغايه التخزين في حد ذاتها، سكان ديسك توجد الحل. في تكنوز اليوم الحديث على 3 موديل جدد تعملوا سبيسيالمون بور لي جادجيت موبيل. نبداو بالاي اكسباند فلاش درايف اللي تبلغ سعته 128 جيجا واللي صمم خصيصا للايفون والايباد ويمكن دونك من نقل المحتوى بسهوله وسرعه من ليزاباري هذا من الاورديناتور والى للماك من غير خيوط وبري انستالاسيون ومن غير حتى يوتيليزاسيون دانترنت. المنتوج الثاني الجديد هو السان ديسك الترا ديول يو اس بي درايف 3.0 اللي يخدم مع ابلكيشن سان ديسك ميموريزون واللي يمنح المستخدمين قدرات اكبر للتحكم بسعه التخزين في الميموار نتاع لي جادجيت موبيل. الابلكيشن موجوده غراتويتمون على جوجل بلاي مع معظم الأجهزة اللي تخدم نظام تشغيل أندرويد، حيث تسمح للمستخدمين بتحديث لامبلاسمون دي فيشي وتنظيمها ونقلها بسهولة. ثالثاً برودوي في الليست هو السان ديسك الترا ميكرو اس دي اكس سي يو اتش اس اي كارد واللي تبلغ سعته 200 جيجا، وقالت الشركة انه يضفي بعد جديد على التخزين في الأجهزة المتحركة مع تزامن ازدياد كمية وجودة التصاور وليسيكونس فيديو واللي يشهدها المارشي في نهارات هذوما. فوالا كانت هذه دورة على منتوجات سان ديسك الجديدة واللي تم الإعلان عليها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط. وهكا تكنوز اليوم وفات خالدي كلكم تحياتي. تكنوز تكنوز.